وعايز أسأل برضو حضرتك عن فكرة البعد الاقتصادي، وإحنا جبنا سيرته شوية، لأنه أحيانا بتبقى الأطفال ليها متطلبات أعلى من إمكانيات الأب والأم، عايزين ياكلوا برا، عايزين معرفش ياكلوا أنواع معينة من الأكل، عندهم التطلع الزائد ده، وممكن ده يكون فوق القدرة المادية للأسرة، يعني التصرف هنا يبقى إزاي؟ القيادة لمين؟ لو الطفل هو القائد انا هقول له حاضر وهروح استلف واجيب له، وما لقيتش حد يسلفني هروح اسرع عشان اجيب له، بس سجن بعد طالما كده وخلاص، طالما هو قائد. فهي القصه تبدا منذ البدايه، انا مخلي مين اللي يسوق، هو ده المفتاح. عشان كده بقول لحضرتك المنيو الموحد جوه البيت. اما الطفل يطلع من صغره ان النهارده الغدا كذا كذا مع كذا مع كذا، ومنيو العشاء كذا مع كذا مع كذا، اللي مش عايز حاجه من دول خلاص ما ياكلش. انما مفيش بدايل، لو ده منيو النهارده البادجت محطوط على كده ليه؟ لان المفروض في حاجه اسمها التخطيط الغذائي الاسبوعي، يعني يوم إيه السبت يا دكتور؟ تمام، وده المفروض كل الاسر تعمله، ابهات وامهات، يوم السبت هيتعمل كذا، ويوم الحد هيتعمل كذا، ويوم الاثنين هيتعمل كذا. ليه؟ لان المفروض 7 ايام بتوع الاسبوع يومين اغذيه نباتيه فقط، ده احنا بنتكلم صحه دلوقتي، ما بنتكلمش تربيه، صحه مش فلوس، صحه ولا فلوس ولا تربيه ولا شيء، بنتكلم صحه. يومين اغذيه نباتيه، يومين المفروض اسماك، منهم يوم سمك دهني، والسمك الدهني يتعمل صينيه ما يتشويش، ويوم سمك عادي بقى اللي يلوه، ويومين اذا كان دواجن، ويوم لحمه حمرا. هو ده الصح، ده الكلام بتاع الابحاث. ممكن اعمل تباديل وتوافيق، ممكن اجي على حتة زيادة، ممكن بدل اليومين النباتي يبقوا 3 نباتي، ده ما يضرش، ممكن يبقى 4، لا ما يضرش، ممكن يبقى 4 نباتي بس بالتناوب، يعني يوم حيواني ويوم نباتي، يوم حيواني ويوم اعمل أنا عايز تنوع للجسم، لازم تنوع. لازم تنوع، علشان في حاجة اسمها احماض امينية اساسية، وفي بعض معادن مرتبطة بالاغذية الحيوانية مش موجودة في الاغذية النباتية. وانا عندي فئات اطفال بياكلوا، يعني فئات حساسة، وممكن تكون ام حامل، ممكن تكون ام لاكتيتنج بترضع، يبقى دي فئات حساسة محتاجة ده. عشان كده إذا كان همشي نص الأسبوع أغذية نباتية، يبقى يوم حيواني ويوم نباتي، يوم حيواني وهكذا. فالمفروض إنه معروف يوم الأربع المنيو إيه، إحنا هناكل إيه طول الأسبوع. طبعا طبعا، مفيش حاجة اسمها الطفل في اليوم الفلاني أصلا أنا مش عايز ده، طب خلاص بلاش حبيبي، أنا مش قاسي، أنا ما بضربوش، ما بقولوش لازم تاكل، ما بحطلوش الأكل في بقه بالعافية، لا خالص خالص. أنا زي ما بقول لحضرتك 4 حاجات ما يجوش بالعافيه، لا الاكل ولا التعليم ولا الجواز ولا العباده. الطفل مش عايز من جواه ياكل بلاش، الف هنا مع السلامه، شيل اكل. طب نفتكر كده برضو سوى الاغذيه النباتيه، اي اغذيه مزروعه، الوجبه ينبغي يا فندم تكون ثلاثيه الابعاد، عشان نقول عليها وجبه متكامله. فيها مصدر للطاقه، مصادر الطاقه كتير، نشويات سكريات دهون، بس اكثر امانا النشويات، عيش رز مكرونه عجائن، ثم في حاجه من دول مع حاجه من دول، البروتينات، اي بروتين متاح عندي، حته لحمه، حته فرخه، سمكايه، بيضايه، حته جبنه، مفيش، شويه عدس، شويه بصاره، شويه فول، كل ده شوية في بروتين، مش لازم يبقى لحمه، لا 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 لا، مش لازم يبقى لحمه بس، اي بروتينات حيوانيه او نباتيه. والبعد الثالث، الطبق اللي هيغطي لي مجموعه الفيتامينات، مجموعه المعادن، الالياف النباتيه، الانزيمات، المركبات العضوية النادرة اللي من غيرها معادن كتير مش هتمتص، أهمهم الزنك، والمركبات العضوية دي لا يستطيع الإنسان تحضيرها معمليا، زي مركبات الفلافونويدز، طبيعي طبيعي، دي مش موجودة إلا في الخضروات والورقات الخضراء. عشان كده فلاح زمان كان لما يجي ياكل العدس ياخد جنبيه ورقتين جرجير، ياكل طبق الفول بصلاية خضراء وهكذا. ثم الهرمونات الطبيعية، شغل ربنا، يعني لازم الجرجير ولازم البصل، سلطة 5 ألوان يا فندم، وليمون لون أحمر، طماطم، طماطم غالية بقى ب25 جنيه، مش جايبها بنجراية، أي حاجة لون أحمر، لون برتقاني، جزراية، مفيش أي حاجة لونها برتقاني أحطها، نباتي، أخضر، جميع الخضروات والورقية الخضراء، جرجير، فجل، مش عارف إيه ده. بس عمهم البقدونس، البقدونس طبعا، طب ما احنا بننسى البقدونس ده، غلط، لا انا شخصيا ده حبيبي ما بنساهوش، بيليق مع البطاطس، يليق مع كل حاجه في الدنيا، عملت تبوله شغال، عملت سلطه بلدي شغال. ده احد احد الادوات المسؤوله عن النكهه المميزه لسلطه الكبابجي، البقدونس،
صح. معلش اشمعنى عندي كبابجي بتبقى حلوه وبيتنا بتبقى مش نعمل له اعلام بس خليني اجي يا استاذ زهير. المهم جوعتنا يا دكتور يا سيدي. ما انا ما طبعا انا اتكلم اجوع اكل اتكلم اجوع. المهم نيجي للون الرابع اللون الاصفر، خس وليمون مش او و، لان الخس فيه فيتامين اي اللي هو لما بنيجي ناكل الخس الورق بيبقى بتاعه بيبقى مرر، هو ده فيتامين اي شغل ربنا، زائد الليمون سي، ثم اللون الابيض بصل وتوم. التوم ايجابي خصوصا في الايام اللي احنا فيها، الناس عندها جلطات وعندها كوليسترول وعندها مضاد للاكسده طبعا، والفري راديكال اللي بتعمل اورام، كل ده يبقى التوم محتاجه ضروري. البصل، بصل عشان فيه هرمون الجلوكونين ايجابي للسكر، فيه هرمون التستوستيرون للذكور للي عايز يعني ناوي يتجوز، ده للي ناوي، في ماده مطهره سلفات القليل، في كل حاجه عظيمه جدا. طب ده شغل ربنا، انا اسيبه ازاي؟ ونروح للدليفري والجانك فود والاكل المصنع والمحفوظ والكلام ده كله ببساطه جوه بيتنا. جوه بيتنا هو ده المنيو. يتعمل كده، من المتاح عندي؟ والله ما عنديش لحم، ما عنديش الا حته الجبنه رضا، حلو قوي، خلاص ادي حته الجبنه بروتين اهو، هغمسها بنص رغيف ولا احطها في نص رغيف ومعايا طبق السلطه خضر، ادي النشويات وادي الفيتامينز وادي الخضروات، كبشين عدس فضلت خيرك يعني، وفدت فيها رغيف، حلو خالص، ومعاها بقى اي حاجه لمون. موجوده في البيت على فكره فيها خير كتير، بس خلص. ونلاقي فيها كل المميزات دي اللي انا قلته لحضرتك، ده كل الاكل اللي في العالم، ولكن مش بانيه. طريقة الأكلة الرسمية للأمهات العاملات المكرونة والبانيه، لا دي مش الرسمية، دي أكلة الاستسهالية. استسهالية صح. وبعدين حضرتك إحنا في مصر القديمة يعني من 5000 سنة، أصل أنا غاوي دراسة عادات الشعوب الغذائية. المهم من 5000 سنة المصري القديم كان يعرف ثلاث طرق للطهي: السلق، الشي، الخبز. البانيه ده يا فندم يعني حاجة فيها بقسماط أو دقيق مقلية مع مادة دهنية، دي احنا تعلمناها من العالم الغربي. ايوه دي مش اصولنا ولا عادتنا، عشان هم عندهم الحرارة صفر، احنا عندنا الحرارة الأمريكية 40. ومن الثقافة احنا مش لاقيين الحر بيجي لنا منين ولا منين ولا منين، انا اخد مقلي اعمل بيه ايه؟ ونيجي بعد كده نشتكي نقول الدنيا احنا اللي طريقتنا غلط واكتسبنا عادات مش بتاعتنا في الاكل كده. وبقت الاطفال كلها ماشيه على الكلام ده بالظبط. حاجه اخيره اقولها انا، معلش تجاوزت جدا، بالعكس يا ريت اغرس في اطفالي لو يعني اعرف اغرس في حاجه، الرجوع لاحترام، معلش انا مسؤول عن اللفظ ده، احترام الميه.